بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عايش في دولة عربية مثلا زي السعودية وعايز اجيب مثلا وراجع اجهزة كهربية، في ناس هتخوفني مثلا تقول لك لا خلي بالك لحسن ده هي ارخص او كله ساعات، لكن فرق جهد هنا هيعمل لك مشكلة. اقول له يعني فرق جهد هيعمل لي مشكلة؟ اقول له خلي بالك ان هنا في 50 هرتز في الموتور مثلا انت بتستخدم في كهرباء في مصر، وهناك في السعودية مثلا 60. هتقول لي طب والموضوع ده بيفرق في ايه؟ هقول لك هيفرق في ايه؟ هيفرق في ان كده الاجهزة اللي هتشتغل في السعودية على 60 هرتز تشتغل تمام بسرعة حقيقية، تمام سرعتها هناك تمام، لأن الهرتز ده هو سرعة الموتور، لكن هو مش هيأثر على أجهزة تانية مثلا زي التلفزيون وبلاي ستيشن والكلام ده كله تمام. هي هتشتغل هتشتغل، ولغات مصر هتشتغل بس بسرعة أقل، لأن مصر شغالة عند 50 هرتز. مشكلة كبيرة عندنا هنا، مواتير شغالة 50 هرتز ومواتير شغالة 60 هرتز حسب البلد اللي هي شغالة فيها، هيشتغل بسرعة أقل. لكن المشكلة الحقيقية مش هو ده، المشكلة الحقيقية الأجهزة اللي هيكون فيها موتور التيار هيتغير فيها من موجب لسالب ثانية الواحدة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك هنا مثلا تيار هنا متردد، يعني طالع نازل موجب سالب موجب سالب، ده 50 مرة فين؟ في الثانية، ده الهرتز بتاعته. حلو كلام. طيب ده هيفرق معنا في ايه دوت؟ لا ده هيفرق معنا كتير. ده هنا الموتور هتلاقيه شغال بس هنا في مصر تمام بسرعة اقل من السرعة بتاع السعودية اللي شغال على 60 هرتز. هتقول لي طب في عندك مثال عملي للكلام ده؟ هقول لك مثال عملي حلو قوي هيخدم عليك في الموضوع ده. الموتور طبعا هيشتغل من موجب لسالب 50 مره في الثانيه الواحده زي ما انت شايف كده. هتقول لي الله ده مشكله كبيره دي، هقول لك مشكله. ليه بقى مشكله؟ لان الموتور هنا بص بقى معايا، خد بالك بقى من الحته دي، هو بيلف كام لفه؟ 1800 لفه في الدقيقه مش في الثانيه. حلو. هيجي هنا لا في مصر هنا هيشتغل في 50 هرتز تمام، هيلف 1000 مثلا، لو حسبناها تلاقي 1440 لفه في الدقيقه. طب وفي السعوديه بيشتغل 1800 لفه. هي الغساله دي مصممه ان هي تيجي على موضوع 50 هرتز و60 هرتز حسب البلد اللي طالباها، يعني كل بلد لها هرتز معينه. لما اجي اطلب مثلا من اي دوله اقول له خلي بالك الهرتز عندي 60 او 50. هي دي المشكله اللي انت صاحب لازم تعرفها. هتلف هنا في السعوديه 1800 لفه، هتلف هنا 1440 لفه. طبعا البرنامج في الغساله في كل الاحوال احتمال كبير يشتغل، لكن بعد فتره لازم البرنامج ده هيتحرق. ازاي دوت؟ طبعا لانه مش شغال السوفت وير هنا مش فاهم الموضوع، فعمال يشغل نفسه، وده حل احد الحلول اللي الموتور هيعمله. يعني موتور غساله هيعمل المشكله، هيقابل المشكله دي هيحلها ازاي؟ هيشتغل، لكن بعد فتره هتلاقي موتور غساله ده اتحرق. هتعمل ايه في الموضوع ده؟ لان طالع نازل بس مش بنفس الهرتز بتاعته اللي هو شغاله بيه السرعه بتاعته. او ده الحل الاولاني، هيديك نظافه وديك شغل في الغساله والكلام ده. انا بتكلم على الغساله تمام، الكلام ده ينطبق على التكييف بالموتور، على غساله، على ثلاجه بالموتور، ديفريزر بالموتور، اي حاجه فيها موتور. لكن الكلام ده مش هينطبق طبعا على حاجه مثلا زي تلفزيونات، زي مثلا اي حاجه مالهاش دعوه بالموضوع، مثلا تلفزيونات البلاي ستيشن الكلام ده، لا الموضوع ده مش هينطبق عليه ولا له دعوه بيه. لكن الكلام ده ينطبق على اي حاجه فيها موتور زي ده. طيب ايه اللي هيحصل؟ الموتور يا اما هيتحرق وده حل اولاني، يا اما الموتور مش هيشتغل بكفاءه عاليه وهيجي مثلا يشتغل مثلا بطريقه اقل. يعني ايه طريقه اقل؟ يعني مثلا احتمال السوفت وير مثلا ما يفهمش ايه الموضوع، الاقي حاجه موضوع جديد عليه، هتلاقي الحركه بتبدا تقل، الغساله هتشتغل على الوضع الجديد تشتغل، لكن الموتور هيتحرق. قلنا الكلام ده طبعا يعني غلط جدا ان احنا ناخد بيه او ان احنا نعمل بيه. امال هنشتغل ازاي الموضوع ده؟ لازم الحاجه تشغل الهرتز بتاعها، وقبل ما اجيبها نعرف الكلام ده. طب في حاجه ممكن تحصل الغساله ممكن نحل الموضوع او المشكله دي؟ هقول لك خلي بالك ان في حل تاني ممكن يحصل. برنامج الغساله ممكن ما يقدرش يصعب الوضع، يعمل ايه؟ هتلاقي مثلا يعني يشتغل شويه يقف شويه ساعتين مثلا، يتلاقي مثلا يشتغل ساعتين مثلا وربع او ساعتين ونص، يعني هيشتغل بس مش البرنامج مش هيخلص شغل الغساله بتاعته اللي انت شايفها دي، مش هيخلصها في ساعتين، لا ده خلصها في ساعتين وربع. ليه؟ عشان فينا كام؟ 50 هرتز، ستيم قلت بقت 50. ده في مشكله. طب ما الوقت كده المفروض يقل، لا ده هيطول هنا. حلو كلام. عشان كده خد بالك وانت جاي من السعوديه، لو معاك مثلا حاجه فيها موتور، اي حاجه تكييف فيها موتور، اي حاجه فيها موتور من اللي انت شايفها دي ممكن تتحرق، لان من 60 ل 50 هرتز بتفرق. لكن كلهم شغالين عند جهد واحد، مصر والسعوديه 220 230 جهد تمام، اللي هو
التيار الكهربي العادي اللي احنا عارفينه اللي هو الوات الباور عادي، احنا شغالين كلنا زي بعض، لكن المشكله كلها بتفرق في الهرتز هنا بين الموتور والتاني. لو في اي حد ليه اي سؤال في السيجنال مش فاهمها او في انواع المواتير او حاجه زي كده ممكن يكتب لي في التعليق وانا ان شاء الله اشرحها له. شكرا، مع السلامه.